أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الناس إذا أمر شخص شخصا الله ليهينك فهل في ذلك بأس؟ إذا إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: يقول بعض الناس لبعض إذا أمر شخص شخصا الله ليهينك. أنا طيب، تسأل الله أنه لا يهين، من يهين الله فما له من مكرم، فأنت تسأل الله أنه ما يهين. طيب، نعم.